يحيى زكريا نجم مؤسس حركة الكنانة وأحد أعضاء تحالف العدالة الاجتماعية الجديد وعضو بالجمعية الوطنية للتغيير. التحالف هو تحالف يعني اضطرينا نعمله أكثر لأنه بنحاول ندافع عن أهداف الشعب المصري وبنحاول ندافع عن الأهداف المشروعة للثورة المصرية بعد أن يعني غطاها خضم الأحداث اللي حصلت في 3 سنين، ولقينا أن التحالفات الموجودة أو المطروحة على الساحة حاليا تحالفات غير مطمئنة وغير يعني صحية، احنا شايفين كده، وبتحاول إعادة إنتاج الأنظمة السابقة. فكان ما عندنا كانش عندنا طرف أن احنا نقعد ونسكت، إنما قررنا أن احنا ننزل ونشارك لمحاولة يعني التأكيد وترسيخ أهداف الشعب المصري العام علشانها بثورتين، ونوقف محاولات إعادة تدوير الأنظمة السابقة وإعادة غسل وجوه الأنظمة السابقة وتعبير عن التيار العام والوسطي في مصر. احنا بنعبر عن مكونات كتير إنما أهمها هو التيار الوسطي العام في مصر، الشعب المطحون محدود الدخل اللي همشوا وعانوا خلال 40 سنة اللي فاتوا من سياسات كل الأنظمة السابقة، سواء سياسة الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين أو ما بينهما، كلها سياسات كانت مضرة بالمصالح الشعب، باقتصاد الشعب، بالاستقلال الوطني، كانت مضرة من نواحي كتير. فإحنا يعني علينا أن احنا ندخل الساحة ونحاول يعني نوقف غسيل وإعادة تدوير الأنظمة السابقة. لا، احنا عندنا يعني فكرة كبيرة عن احنا معظمنا او ناس جزء كبير مننا عامل في الجهاز الحكومي للدولة، يعلم مواطن الفساد، يعلم العيوب الإدارية في النظام والعيوب المالية كمان والفساد. عندنا خطة وشاركنا حتى منظمات أخرى زي منظمة الشفافية الدولية في برامج يعني لمكافحة الفساد، كل واحد في قطاعه عارف الفساد. شاركنا في النضال ضد فساد الحزب الوطني وحسني مبارك قبل ثورة 25 يناير، شاركنا في ثورة 25 يناير، شاركنا بعد ثورة 25 يناير، شاركنا في الثورة على فساد نظام حكم الإخوان المسلمين. فاحنا يعني منغمسين في مكافحة الفساد منذ فترة طويلة. هناك أسماء يعني لامعة لا أريد يعني أنا يعني ما أقدرش أذكرها كلها، عندك دكتور جمال زهران، عندك دكتور أحمد دراج، عندك يعني العبد الله. فيعني احنا كافحنا طويلا من اجل مكافحة الفساد. انا شخصيا استقلت من وزارة الخارجية في عام 2005 اعتراضا على الفساد واعتراضا على الاستبداد والتوريث في مصر. احنا لينا الحمد لله تاريخ طويل وباع طويل في مكافحة الفساد وغيره. مؤتمر النهاردة بنعلن قيام تحالف انتخابي هو تحالف العدالة الاجتماعية 25 يناير 30 يونيو. التحالف ده بيعبر عن الامال الحقيقيه لشعب مصر بعد ثورتين عظيمتين قاموا في 2011 و2012. عشان كده التحالف ده بعيد عن الانتهازيه السياسيه اللي البعض لجا اليها لاسباب مختلفه. احنا ولائنا الاساسي للاهداف اللي عبر عنها الشعب المصري في هاتين الثورتين العظيم، الاستقلال الوطني، العداله الاجتماعيه. والعداله الاجتماعيه كما نراها نحن في التحالف ان المواطن ياخد حقه بصحيح. يعني العداله الاجتماعيه مش معناها ان حد يعني يتصدى على حد او حد يتبرع على حد، مش هي دي المساله. الوطن لابد ان يسترد حقوقه ممن استغلوه على مدى اكثر من 40 سنه، والمواطن لابد ان ياخد حقه من هؤلاء الذين سطوا على هذه الحقوق باساليب مختلفه. هنا مفهوم العداله الاجتماعيه. العدالة الاجتماعية مش مسألة مجرد جانب أخلاقي، هي أكتر من كده، إجراءات تقوم بها الدولة من أجل تحصيل حقوق الشعب واسترداد هذه الحقوق وإعادة توزيع الثروة مرة أخرى كي يعيش المواطن حياة كريمة بشكل حقيقي. لا، مش ممكن. يعني رموز، سواء رموز حزب وطني أو رموز للعهد البائد أو رموز للإخوان المسلمين، ده خط أحمر بالنسبة للتحالف. التحالف يضم قوة ثورية حقيقية ولا أهل هذا الشعب اللي انتفض ضد نظام تسلط عليه أكثر من 30 سنة واللي رفض سرقة ثورة 25 يناير بمعرفة جماعة تمارس الإرهاب الآن ضد هذا الشعب.